شكل القبر هل هو أمر تعبدي ما يجوز تغيير فيه؟ شكله؟ شكل القبر يعني الحين في بعض القبور هناك عندنا بالكويت وضعوا عليها قطع رخام مرتفعة قليلا، وبعضهم يكتب عليها يا أيتها النفس المطمئنة، ثم يكتب الاسم هذا قبر فلان أو فلانة. فهل نحن يعني مأمورين بالتعبد في شكل القبر بحيث أنه بس الرمل ماله ارتفاع شبه فقط ولا يزال عليه؟ يعني ما ذكرت من أنه يوضع رخام على القبر ويكتب عليه يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادتي وادخلي جنتي، وكذلك أيضا اسم الرجل أو المرأة وربما تاريخ وفاته، هذا منكر وحرام وتجب إزالته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر أو يكتب عليه أو يجلس عليه أو يجصص. وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن لا يدع قبر مشرفا إلا سواه، أي جعله مثل القبور الأخرى. فيجب على هؤلاء القوم أن يزيلوا ما وضعوا من الرخام، بلغهم عنه وقل إن العلماء يقولون الميت يتأذى بالمنكر إذا فعل عند قبره، وهذا منكر. ومقتضى قول العلماء هذا أن صاحبهم صاحب القبر الآن يتأذى بما وضع عليه، بادئ بهذا وقل يجب إزالته. فإن فعلوا فهو من نعمة الله عليهم وعلى ميتهم، وإن لم يفعلوا فالواجب على المسؤول عن المقبرة أن يزيل ذلك، ارفعوا للمسؤول عن المقابر ويزيل هذا. ثم ما الذي أدراهم أنها نفس مطمئنة يقال ارجع إلى ربك راضي المرضي؟ ما يمكن. هل كل أحد يعلم أن هذا الرجل مات على التوحيد والإيمان؟ إنما نحن علينا الظاهر أنه مات، لكن أمور الآخرة ما ندري عنها.